صامتون 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 الحركة مناضلة الحركة مناضلة صامتون 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 الحركة مناضلة الحركة مناضلة. كنظموا هذه الوقفة هذه استجابة النداء الوطني اللي وجهته الحركة باش نضم وقفات جميع ربوع المملكة. حنايا لبينا النداء ووقفنا اليوم. كيف كتعرفوا هذه الوقفة جات باش كنطالبوا بمجموعة من المطالبة مجموعة من المطالب اللي كنا كنطالبوا بها تقريبا هذه أكثر من 10 سنوات، لم يتحقق منها سوى مطلب هزيل. حنايا كيف كتعرفوا المطالب ديالنا كنطالبوا بالانصاف في التعويض على الاخطار المهنيه، كنطالبوا مصنف الكفاءات، كنطالبوا بهيئه الممرضين، كنطالبوا بتوظيف الخريجين. عندنا مجموعه كنطالبوا بانصاف ضحايا المرسوم. كيف كتعرفوا انه منذ الوزاره ديال السيد الوردي والوزارات كتماطل 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 كيدعيوا الحوار، كيدعيوا بانهم كاينين اللجان الموضوعاتيه خدامه على هذا الشيء، ولكن في الواقع ما كاين حتى شي حاجه. حنايا قررنا في المرحله الاخيره باش نلتجئوا ونرجعوا للشارع ونخرجنا للشارع، وان شاء الله كنوعدكم باللي مزيد من النضال والتصعيد حتى نحققوا المطالب ديالنا كامله مشروعه غير ناقصه. هذه الحركه اللي دعت لهذه الوقفه ودعت المجموعه تاعت الوقفات من اجل ابراز المطالب ديال الممرضين وتقني الصحه اللي مؤخرا تعتبر فئه تعرضت للكثير من الاجحاف والكثير من الاهمال والتهميش، رغم انه الخدمات اللي قدمتها زعما القطاع الصحه هي خدمات جليله وكبيره ومن الحجم الكبير، حتى ان منظمه الصحه العالميه كما سبق واشارت بان 80% من العلاجات المقدمه للمرضى هي تقدم من طرف الممرضين وتقني الصحه. هذا السبب اللي خلانا امام ارتفاع نسبه الاصابات وامام الوضعيه المزريه اللي وصلت لها المستشفيات في استقبال المرضى وفي التعاطي مع الاصابات تاع كورونا، خلانا حنايا كممرضين امام الاصابه تاعت العديد من الممرضين امامه كذلك اننا نوقفوا ونعاودوا نحيوا الملف المطلبي اللي في اهم النقاط فيه هو ضروره المساواه او ضروره الانصاف في التعويض عن الخطر المهني، لان التعويض لان التعويض اللي تتعرضوا اللي تتقاضاه ولا اللي تتعطل الممرضين هو تعويض يعني لا يرقى لمستوى الخدمات ولا المستوى المستوى الطاقه الاستيعابيه اللي كيقدموها هما في العلاقه مع المرضى. اضيف كذلك الى المطالب الاساسيه وهو ضروره توفر قانون باش توضح الصوره المجال اللي كيشتغلوا فيه الممرضين واش هو مجال قانوني ولا لا، لان مجموعه من العلاجات اللي كيقدموا غير مؤطره قانونيا وممكن في اي علاج يقدموه انهم يتسالوا مساءله قانونيه، وكذلك ضروره توفرهم على هيئه، هذه الهيئه اللي تقدر تحميهم هما كاطار مستقل. وهذو هما المطالب الاساسيه اللي كيطالبوا بها الممرضين واللي واقفين عليها، واللي هذا الشيء كله ان كان لشيء هو بحسب الاصلاح منظومه الصحه واللي هي منظومه متهالكه ومنظومه فيها بزاف تاع الاشكالات. هذه المطالب من بينها الا تم تنفيذها غادي يتم اصلاح، غادي يتم وضع رؤيه جديده لمنظومه الصحه على المستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الموارد البشريه كذلك. بالنسبه للوقفه ديال اليوم هي جات في السياق ديال البيان الوطني لحركه الممرضين وتقنيين الصحه، واللي جا بعد مجموعه من المشاكل اللي كنعانيو منها حنايا كممرضين اللي على راسها الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنيه، كذلك توظيف الممرضين الخريجين، كذلك ضحايا مرسوم جوز 17535 اللي جا في نطاق هيئه الممرضين وتقنيين الصحه، وكذلك كنطالبوا بقانون يحمي قانون اللي يحمينا كممرضين وهيئه وطنيه اللي كتنظم المهنه من الدخلاء اللي ممكن انه كيشكلوا مشكل. اذا هذه مجموعه من المشاكل اللي هي محدده، ولكن عموما مشاكل اللي ممكن ندرجوها في النطاق ديال انه هذه مطالب من اجل باش مستقبلا ان شاء الله المواطن المراكشي من يجي للسبيطار يلقى علاجات في المستوى، ويلقى من اللي يجي للسبيطار يلقى الحق ديالو في العلاج اللي هو حق مقدس، يجي يتشافى في ظروف اللي هي مزيانه، كذلك اننا نهيئوا الارضيه للمستقبل وما قد يحملوه، قد تجي شي جائحه ولا الى غير ذلك، الى ما كانش الممرض يعني المطالب ديالو محققه وما خدمش واحد الظروف اللي كتساهم باش انه يلبي المطالب ديال الشغيله، فما يمكنش ان راه غادي نلقاو مجموعه من المشاكل. اذا هذا هو السياق العام ديال هذه الوقفه هذه، وهذا هما المطالب اللي كاينه بشكل عام عندنا حنايا كحركه الممرضين وتقنيه الصحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.